إضافة إلى الخبرات الهندسية والتكنولوجية وأيضا الخبرات الجيولوجية، هناك خبرات معملية في هذا الإطار خلال هذا الافتتاح الذي يشرف بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو مجمع مصانع الرمال السوداء ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ. نتعرف على حضراتكم. كيميائي أحمد حمدي فودة، مسؤول معمل البحوث والتطوير. نتعرف على حضرتك يا فندم. كيميائي محمد رضا محمود، مسؤول معمل التحضير. لو حضرتك تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن أمور يمكن غائبة عن البعض، يعني الدور الكيميائي في هذا الإطار في هذا المصنع، وحضرتك شايف الافتتاح ده أهميته إيه بالنسبة لحضرتك وبالنسبة للمواطنين بوجه عام؟ أنا أكلم حضرتك الأول عن دور المعمل. أنا كيميائي في معمل البحوث والتطوير، مسؤول عن المعمل. المعمل دوره أنه هو بيستلم العينات اللي جاية من المصانع، سواء مصنع التركيز أو مجمع مصانع البرولوس. بنستلم العينة، بنقوم بتحديد المشاكل اللي بتواجه فريق التشغيل داخل المصنع. احنا عندنا في المعمل 5 أجهزة مصغرة بتحاكي بالضبط الأجهزة الموجودة داخل المصانع. عن طريق العينات اللي بتجيلي دي بقدر أفصلها مرة أخرى داخل المعمل عن طريق معرفة الخواص المغناطيسية والكهربية والوزن النوعي لكل معدن. بنقوم بإعادة فصل العينة مرة أخرى داخل المعمل. في حالة ان احنا لقينا اختلاف في الخواص دي عن خواص المعدن اللي جايلي، بنبدأ نعمل بعض التغييرات وبنقدم الحلول المناسبة، وبنقوم برسالة لفريق التشغيل داخل المصنع لتطوير الانتاج والحصول على اعلى جودة ممكنة. تمام. حضرتك استاذ محمد، يعني الدور اللي حضرتك بتقوم بيه، يعني احنا عرفنا المبنى او المكان اللي بيشتغل فيه، او مبنى المعامل والبحوث اللي بيعمل فيه الباشمهندس احمد حمدي او الكيميائي احمد حمدي. عايزين نعرف دور بقى حضرتك في مبنى المعمل والبحوث ايضا اللي بتجرى في هذا الاطار. بالطبع للوصول الى افضل النتائج هناك بحوث مستمره لا تنتهي، دور حضرتك وايه في هذا الموضوع؟ حضرتك في الاول مبنى التحضير، انا كيميائي محمد رضا محمود مسؤول مبنى التحضير. في البدايه حضرتك بنستلم المبنى، بيستلم العينات من مجمع المصانع، سواء مصنع التركيز او مصنع الفصل. بعد كده بنبدا نكود العينات ونسجل العينات، ونبدا بقى نقسم العينات. اهم حاجه المعمل التحضير بيقوم بها ان هو يبعت العينات لمختلف المعامل، ان العينه تكون ممثله للعينه الرئيسيه اللي جات لي. بعد كده ما نبعت العينات للمعامل المختلفه، تبدا العينات تشتغل سواء على التحليل المطلوب للعينه دي. بعد كده بقيه المعامل تبدا تبعت لي تاني النتائج بتاعه العينات اللي تم ارسالها. وبعد كده نبدا نبعت المصانع وفريق التشغيل العينات اللي صادرت مننا، ولو في اي ملاحظ بنبدا نكود الملاحظ دي ونبلغ بيها فورا اي مصنع، سواء مصنع تركيز او مصنع فصل. بنشكر حضراتكم والف مبروك على الافتتاح اليوم. الله يبارك في حضرتك. شكرا.